محمد هادي الحسن من الحمزة الغربي يقول: ما حكم من يتوضأ في حسينية ويصلي في مكان آخر مثلا بالمحل أو بحسينية أخرى؟ إذا علم الشخص أو احتمل أن الماء الموجود بالحسينية وقف لمن يصلي في الحسينية، يعني هذا الواقف اللي وقف الحسينية مثلا أوقف الماء اللي موجود بالحسينية في التانكي مثلا، أوقف على اليمن، أوقف لمن يصلي بالحسينية، يعني هكذا هو مشترط في الوقفية، إنه اللي يريد يتوضأ ها بالحسينية هذه فلابد إنه يصلي بالحسينية هذه، هكذا مشترط. هنا بعد ما يصير الوضوء بهذه الحسينية والصلاة في مكان آخر، أي مكان، في حسينية أخرى، بجامع، بالعتبة، بالبيت، بالمحل، لا يجوز. أما إذا كان توضأ بالحسينية هذه وكان قاصد إنه يصلي بيها لكن بعدين غير رأيه، هو من توضش كان قاصد يصلي بالحسينية، بعد ما كمل الوضوء بدا له انه يصلي في مكان اخر، نعم وضوءه صحيح في هذه الحالة. وكذلك يصح الوضوء لو توضأ غفلة او باعتقاد عدم الاشتراط، كان يعتقد انه الواقف ما مشترط هكذا شرط، بعدين انكشف لا انه هو مشترط هكذا شرط، وضوءه صحيح.